هلو جايز، كيف ما شو اخباركم؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. معكم يارا وانتم على قناة يارامي. اول شي بدي لكم كتير اسفة لانه تأخرت بتنزيل هيدا الفيديو، بس كنا عم نمر باسبوع كتير صعب وكتير كان في ضغوطات علينا. طبعا يعني متابعني انستغرام وفيسبوك بيعرف ليش، بس مش هيدا هلا موضوعنا. الموضوع الاساسي يلي قريته تحت، واحدة من اهم الثمار الاستوائية اللي بترجع على صحتنا وجسمنا وبشرتنا بفوائد كتير عظيمة، واللي هي الباذنجان. طبعا الباذنجان له اسامي كثيره بتختلف من منطقه للثانيه، كمان له اشكال كثيره من مستطيل لبيضاوي، طويل وقصير وصغير، كمان الوانه بتدرج بين الارجواني والابيض والاخضر. ولكن خليني اكد على شغله، مهما اختلفت اشكال والوان وبالتالي انواع الباذنجان، فانا رح احصل على نفس الفوائد. فالباذنجان غني جدا بالعناصر الغذائيه والمعادن والالياف ومضادات الاكسده، وهو شو رح نحكي هلا. So guys، خليني ما اطول عليكم وروح سوا دغري نتعرف شو هي فوائد الباذنجان العظيمه. Let's go. جايز، قبل ما ندخل بفوائد الباذنجان خليني أقولكم شو بيحتوي لحتى نعرف هالمحتويات كيف ممكن تساعدني بإني أحصل على فوائد لجسم. أول شغلة، كمية من الباذنجان بتوفر للفرد من احتياجاته اليومية ما لا يقل عن 5% من الألياف والنحاس والمنغنيز والفيتامين B6 وكمان فيتامين C والليثيامين. كمان أنا ممكن استمد من الباذنجان سعرات حرارية، كربوهيدرات، بروتينات، كمان دهون وصوديوم، كالسيوم، حديد، مغنيسيوم، فوسفور وبوتاسيوم. ما حننسى كتير شيء مهم للباذنجان، إنه يعتبر مصدر للمركبات الفينولية يلي بتشتغل كمضادات للأكسدة. ومضادات الأكسدة مثل ما ذكرت قبل ورح أرجع عيد، هي عبارة عن جزيئات بتساعد الجسم على التخلص من الجذور الحرة. شو هي الجذور الحرة؟ هي عبارة عن جزيئات غير مستقرة ممكن تدمر الخلايا إذا تراكمت بكميات كبيرة. لهيك الأطعمة يلي بقلكم بتحتوي على مضادات أكسدة لازم نتناولها ونستفيد منها كتير بوقاية جسمنا من كتير من الأمراض. طبعا من بين مضادات الأكسدة الموجودة بالباذنجان عندي الأنثوسيانين. الأنثوسيانين يلي بيتضمن الناسونين واللوتين والزكسانثين. هاي كان بشكل مختصر الباذنجان على شو بيحتوي. أما عن فوائد الباذنجان، تعزيز صحة القلب والشرايين هي أول فائدة رح نحكي عليها، لأنه الألياف الغذائية ومضادات الأكسدة، البوتاسيوم وفيتامين سي وفيتامين بي 6 الموجودين بقلب الباذنجان رح يلعبوا دور كتير مهم بتخفيض مستويات الدهنيات والكوليسترول بالدم، وكمان تعزيز عمل القلب والشرايين، بالإضافة للحفاظ على ضغط الدم ومستوياته المنتظمة. خليني أكد أنه بكتير من الدراسات لقوا الأطعمة اللي بتحتوي على بعض مركبات الفلافونويد بما فيها الأنثوسيانين إلى دور كتير كبير بتقليل علامات الالتهاب وخفض خطر الإصابة بأمراض القلب. من هيدي الأطعمة كمان في عندي التوت الأزرق والفراولة اللي بيحتووا على الأنثوسيانين، وبكتير من الدراسات لاحظوا قديش بيفيدوا أيضا بخفض ضغط الدم. خليني أقول لكم هون معلومة صغيرة، بالباذنجان في عندي الأنثوسيانين مثل ما قلت، وهيدا الأنثوسيانين هو مسؤول عن إعطاء الباذنجان لونه الأرجواني الداكن، وعادة ما بيتركز بقشرة الباذنجان، لهيك بينصح بعدم التخلص من القشرة وتناولها لتحصيل قيمة غذائية عالية، كمان لأنه هي مصدر مهم للألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم. الفائدة الثانية عن نسبة الكوليسترول بالدم، إذا بتتذكروا بفيديوهات سابقة قلت إنه المواد اللي بتحتوي على الألياف هي بتساعد بالسيطرة على نسبة الكوليسترول بالدم. وفي دراسة صدرت عام 2014 أجريت على حيوانات مخبرية تناولت عصير باذنجان، لوحظ إنه عندها انخفاض كبير بالوزن ومستويات الكوليسترول. كمان لوحظ نتيجة التحاليل المخبرية لمركبات الفينول الموجودة بالباذنجان إنه الباذنجان بيحتوي على كميات عالية من حمض الكلوروجينيك. شو هو حمض الكلوروجينيك؟ هو أحد مضادات الأكسدة الأولية بالباذنجان يلي بيقلل من مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة أو الكوليسترول الضار، وبالتالي بيقلل من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الناجم عن شرب الكحول. يعني هو بيعمل على خفض مستويات الكوليسترول بالدم، بيشتغل كمان كمضاد للميكروبات والفيروسات والمواد المسرطنة. الفائدة الثالثة هي محاربة السرطان، البوليفينول الموجود بالباذنجان بيحمي الجسم من السرطان، والأنثوسيانين وحمض الكلوروجينيك بيحموا الخلايا من التلف اللي بتسببه الجذور الحرة. على المدى الطويل ممكن يساعد هذا الشيء بمنع نمو الورم وانتشار الخلايا السرطانية، والأنثوسيانين بيساعد بتحقيق هذا الشيء عن طريق منع تكوين الأوعية الدموية الجديدة في الورم وتقليل الالتهاب ومنع الإنزيمات اللي بتساعد الخلايا السرطانية على الانتشار. أما الوظيفة الرابعة اللي رح أحكي عليها هي تعزيز الوظائف الإدراكية أو الوظيفة المعرفية. كثير من الدراسات اللي أجرت على الحيوانات
دراسات أشارت إلى أنه الناسونوم اللي ذكرته ببداية الفيديو واللي هو أنثوسيانين موجود بجلد الباذنجان بيساعد بحماية أغشية خلايا الدماغ من التلافية اللي بتسببه جذور الحرة، كمان بيساعد على نقل العناصر الغذائية للخلايا ونقل النفايات. أما الأنثوسيانين فبيساعد أيضا بمنع الالتهاب العصبي وتسهيل تدفق الدم إلى الدماغ، وهذا الشيء بيساعد بمنع فقدان الذاكرة والجوانب الأخرى للتدهور العقلي المرتبطة بالعمر مثل الزهايمر. كمان التجارب المخبرية أكدت أن الناسونوم بيقلل من تكسير الدهون بالدماغ، وهي عملية يمكن أن تسبب تلف الخلايا. تخفيف الوزن هو الفائدة الخامسة. كلياتنا صرنا بنعرف قديش المواد اللي بتحتوي على ألياف غذائية بتساعد الأشخاص اللي بيعانوا من وزن زائد على التحكم من وزنهم. ليش؟ لأنه هالألياف بتحسس الشخص بالشبع لفترة أطول وبتقلل الشهية. فالباذنجان بيحتوي على الألياف وعلى عناصر غذائية كتير مهمة كمان، وبيحتوي على نسبة قليلة من السعرات الحرارية وما بيحتوي على دهون، لهيك بيساهم باتباع نظام غذائي صحي ومنخفض السعرات الحرارية. كمان بدي أقول معلومة كتير مهمة هون، إنه الباذنجان بيمتص الكثير من الزيت أثناء القلي، لهيك يفضل للأشخاص اللي بيعانوا من وزن زائد وحابين وعم يتبعوا حمية معينة ما يأكلوا باذنجان مقلي، لا خلينا نحضره بطريقة تانية مثلا كالباذنجان المشوي. كيف بيحافظ لي الباذنجان على صحة العين؟ مثل ما قلت لكم الباذنجان بيحتوي على مضادات الأكسدة اللي هي اللوتين والزكسانثين. طبعا اللوتين بيلعب دور كتير كبير بصحة العين وبيساعد بمنع التنكس البقعي المرتبط بالعمر ويلي بيمكن أن يؤدي لفقدان البصر خصوصي عند كبار السن، لهيك الباذنجان كتير مفيد لصحة العين. هلأ خلينا نحكي كيف الباذنجان ممكن يساعد المرأة الحامل. طبعا كتير بتنصح المرأة الحامل بإضافة الباذنجان لنظام الغذائي لاحتوائه على العناصر الغذائية والمعادن والفيتامينز اللي ذكرناها ببداية الفيديو، فتناول الباذنجان بيعزز من نمو الجنين لأنه مصدر للفيتامينات اللي ذكرتها قبل شوي، وبعض المعادن مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم المهمة لنمو الجنين وخلايا، وكمان لأنه الباذنجان بيحتوي على حمض الفوليك المهم لنمو الخلايا العصبية بالجنين ووقايته من التشوهات الخلقية. وبما أنه بيحتوي على مضادات أكسدة فهو بيفيد بتعزيز المناعة، وغناء بالألياف الغذائية بيساعد من تعزيز عملية الهضم عند المرأة الحامل ووقايته من الإصابة بالإمساك. ولكن إذا قررت تتناول الباذنجان وتضيفيه لنظامك الغذائي أثناء حملك فلازم تراعي الأمور الآتية. أول شغلة تجنبي تناول الباذنجان المقلي نهائيا، لأن المقالي بحد ذاتها بتسبب لك الإزعاج وبتؤدي للإصابة بالتخمة أو زيادة أعراض الغثيان والحموضة وحرقة المعدة، لهيك تناولي مشوي أو ضيفيه لأصناف تانية أنت ممكن تحضريها وتستفادي من وجود الباذنجان فيها. اتأكدي تماما أيضا من غسل الباذنجان وأي نوع من الخضروات جيدا قبل تناولها لتجنب انتقال أي نوع من الميكروبات إليك، لأنه هذا الشيء ممكن يرفع من خطر الإصابة بداء المقوسات والولادة المبكرة أو الإصابة ببعض الأمراض التانية. أما الباذنجان كيف ممكن يعطيني بشرة صحية وشعر صحي؟ فلأنه الباذنجان غني بالمعادن والفيتامينز والألياف الغذائية، فهذا الشيء بيساعد بالحفاظ على صحة الجسم وبالتالي رح ينعكس على المظهر الخارجي مباشرة، يعني رح يعطيني بشرة نقية. أما نضارة ورطوبة البشرة فبستمد من الباذنجان لأنه بيحتوي على نسبة عالية من المياه والفيتامينز والمعادن اللي بتحفظ رطوبة البشرة ونضارتها. وكيف بحارب التجاعيد وعلامات الشيخوخة؟ فنتيجة محتوى الباذنجان من مضادات الأكسدة القوية اللي قلت أنه بتحارب الجذور الحرة وبتحمي الخلايا، ونفس هيدا الفيتامينز والمعادن اللي بيحتويها الباذنجان رح تحافظ لي على صحة شعري عن طريق تغذية فروة الرأس وجذور الشعر وبالتالي الحفاظ على صحة الشعر وتقويته. خلينا نحكي هلأ عن طريقة تحضير الباذنجان. طبعا كتار منا يمكن ما بيعرف انه تحضير الباذنجان وطهيه بيلعب دور كتير كبير بزيادة قيمته الغذائية او انقاصها، لهيك أول طريقة معي لتحضير الباذنجان هي الطهي بالبخار، واللي بتعتبر أفضل طريقة لأنه بتحافظ على القيم العالية للباذنجان دون أي زيادة بنسبة الدهون أو السعرات. ففي دراسة نشرت عام 2007 قالت أنه تحضير الباذنجان بطريقة البخار بيزيد من ارتباطه بالأحماض الصفراوية بالجسم، هذا الشيء بيعني أنه بيزيد من فعاليته بتقليل مستويات الكوليسترول بالدم والدهون وكمان انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب. ثاني طريقة لتحضير الباذنجان هو الباذنجان المشوي، كمان لأنه بيساهم بالحفاظ على قيمه الغذائية وبسعرات حرارية ودهون أقل، وبالتالي هو مناسب لكل الحالات الصحية. أما الباذنجان المقلي فينصح بتجنبه تماما باستخدام الزيت، لأنه مثل ما ذكرت قبل أن الباذنجان أحد الخضار اللي بتميل لامتصاص الزيت بنسب كتير عالية، لهيك يفضل أنه نبتعد شوي عن الباذنجان المقلي، نستخدم أكثر شيء الباذنجان المشوي أو الطهي بالبخار. طيب هلأ شو نصائحي لأنا لازم انتبه لها لحتى حضر الباذنجان؟ أول شغلة لحتى ما يكون عندي الباذنجان دبلان وبيتغير لونه وبدي يضل هيك صلب ومع جلده هيك الحلو واللامع ولون الأرجواني الكثيف، فأنا لازم حط هيدا الباذنجان بالبراد لحتى يجي وقت استخدامه، وهذا الشيء بيحافظ على أنه البشرة بتضل سليمة وبتضل منتعشة لفترة أطول.
تاني شغلة لازم انتبه لها، لما انا بقطع الباذنجان فلازم استخدم سكين من الفولاذ المقاوم للصدأ، مو سكين من الفولاذ الكربوني، وهيدا الشيء لتجنب التفاعل الكيميائي النباتي يلي ممكن يتسبب بتحول الباذنجان للون اسود. طبعا كلياتنا بنعرف انه الباذنجان طعمه مر، لهيك كيف انا ممكن خفف من هيدا المرورة؟ فانا بجيب ملح وبرشه على الباذنجان لانه بيسحب الرطوبة وبعض المركبات اللي بتساهم بهيدا المرارة، وبالتالي اللب رح يكون بالنهاية عندي اكثر ليونة. كيف انا بتبع هيدا النصائح؟ اول شغلة بقطع الباذنجان لشرائح او مكعبات حسب ما انا بدي، وبعدين برشهم بالملح، وبعد 30 دقيقة بغسلهم بالمي وبتركهم لحتى ينشفوا، وبعدين بستخدمهم يا بالقلي او بالشوي او مثل ما حكيت الطهي عن طريق البخار. وبرجع بأكد انه تتبيلة الباذنجان بالملح بتساعد على تقليل امتصاص الزيت اثناء الطهي. والمعلومة اللي بدي لكم اياها هلا انه الباذنجان هو عنصر شائع بحمية البحر الابيض المتوسط ميديتيريان دايت. معلومة تانية بدي لكم اياها انه مادة البوليفينول الموجودة بالباذنجان هي اللي بتعطي المذاق المر للباذنجان، وكل ما زادت هيدا المادة المضادة للاكسدة كل ما زاد المذاق المر للباذنجان. اما هلا خلينا نحكي عن مضار الباذنجان او مخاطره. طبعا اول شغله عندي اياها انه كيف بياثر الباذنجان على امتصاص الحديد. ماده النسونومي اللي حكيت عنها واللي هي ماده كيميائيه نباتيه بالباذنجان ترتبط بالحديد وبتزيله من الخلايا، وهيدا الشيء ممكن ياثر على الاشخاص اللي عندهم مستويات منخفضه من الحديد، ولكن ما بياثر على الاشخاص اللي عندهم مستويات عاليه، بالعكس بيساعدهم بهيدا الشيء. لهيك الأشخاص اللي بيعانوا من مستويات منخفضة من الحديد لازم يتجنبوا أكل الباذنجان إلا إذا الطبيب نصحهم بكمية معينة. كيف الباذنجان ممكن يسبب لي التسمم؟ الباذنجان هو جزء من عائلة النايت شيد، والنايت شيد بتحتوي على القلويدات يلي بتتضمن السولانين واللي ممكن تكون سامة. طبعا خليني أقول هون إنه الباذنجان بيحتوي على كمية صغيرة من السولانين، لهيك خطر الإصابة بالتسمم عن طريقه كتير قليلة. شو حساسية الباذنجان؟ بحالات نادرة بسبب مركب واحد أو أكثر بحدوث رد فعل تحسسي، والسبب الرئيسي لهذا الشيء هو بروتين ناقل للدهون بالنبات. طبعا تشمل أعراض رد الفعل تورم وصعوبة بالتنفس، ولازم يتلقى المصاب بهذه الحساسية مساعدة طبية عاجلة. أوكي، شو الرابط بين الأوكزالات وحصى الكلى والباذنجان؟ الباذنجان بيحتوي على الأوكزالات اللي بتساهم بتكوين حصوات الكلى عند بعض الأشخاص يلي هنن بيكونوا أكثر عرضة لامتصاص هالأوكزالات. طبعا بدون علاج فهيدا الشيء حيسبب لهم خطر كتير كبير للكلى، لهيك الأشخاص اللي بيعانوا من حصوات كلى يفضل تجنب الباذنجان لأنه بيحتوي على هالأوكزالات. بعد ما ذكرت لكم هيدا المخاطر بحب لكم إنه ما تخافوا، لأنه إذا ما تناولتوا الباذنجان بكميات كتير كبيرة فهذا الشيء ما رح يأثر عليكم، بس يفضل اللي عنده حساسية وأوكزالات ونقص بالحديد ما يتناول الباذنجان إلا باستشارة الطبيب. أما باقي الأشخاص فيكن تتناول الباذنجان بشكل كتير طبيعي، لأنه فعلا الباذنجان مادة غذائية قيمة جدا جدا. طبعا لأنه الفيديو صار طويل شوي، في بعض المعلومات الإضافية عن الأطباق مثل اللي ممكن أنا أحضر من الباذنجان رح تنزل على صفحتنا على الفيسبوك وإنستغرام، سو لا تنسوا تعملونا فولو على صفحة فيسبوك وإنستغرام. أوكي يا حلوين، هاد كان كل شيء لليوم، بتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو وعرفتوا الباذنجان وقيمه الغذائية العالية اللي بترجع على صحتنا وجسمنا بفوائد كتير عظيمة وكبيرة. سو بنهاية الفيديو كالعادة، إذا أنتوا جد على هيدي القناة ما تنسوا تعملنا سبسكرايب، كمان ما تنسوا تعملوا لايك وشير للفيديو لحتى يوصل لأكبر عدد من المتابعين تكبر عادتنا أكثر وأكثر. كمان ما تنسوا تعملوا لنا فولو على انستغرام يا رامي سكريت، وكمان ما تنسوا تعملوا لنا فولو على صفحتنا على الفيسبوك يا رامي لحتى تعرف كتير من المعلومات الصحية والجمالية القيمة. وإذا عندكم أي استفسارات أو أسئلة أو أفكار لأي فيديوز فياريت تكتبوا لي تحت بالكومنتس، وكمان فيكم تبعتوا لي انستغرام أو الفيسبوك. بحبكم كتير كتير، بشوفكم بالفيديو الجاي، باي.